بصوا يا جماعة، ألف شكل النهاية للفستان الأطفالي مقاس 8 سنوات زي ما هي طلبت بالظبط. اعمل فستان اطفالي بشكل سهل وبسيط قوي. هو طلب مني الحقيقة، بس طلب مني في تعليق وقالت المواصفات بتاعته في التعليق، وهو ده التعليق اللي انت شايفاه، بس انا هقرا لك التعليق برضه. حبيبتي، اتمنى تلبي طلبي، وهو تفصيل فستان شتوي لبنات بعمر 8 سنوات، سحابة يعني سوستة من الخلف، وكمان عايزة لياقة من الامام، وكمان عايزة طريقة تركيبها بالتفصيل، وكمان عايزة الجزء السفلي من تحت يبقى جيبة كلوش. طبعا كل ده بشكل سهل، وهنعمله بطريقة جميلة قوي وسهلة وبسيطة. فعلشان احنا النهاردة ما عندناش اي صور خالص، احنا هنبدأ ننفذ الخطوات اللي هي قالت لنا عليها بشكل سهل قوي قوي بسيط. بس هي الحقيقة ما قالتش فيه مرض ولا لا، عشان كده هعمل الياقة من غير اي مرضات. كل اللي عليكي بس انك تتفرجي وتصلي على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا نعمل الفستان بشكل سهل وبسيط قوي. طلب في التعليق يا جماعة هو المقاس، تمام كده؟ هنبدأ نرسم باترون الأطفال مقاس 8 سنوات بشكل سهل ومبسط أوي. أول حاجة هنبدأ نتني كده القماش بتاعنا على 4، تمام؟ يعني أدي مرة، أدي قطعتين أهم، وأدي قطعتين تانيين، فأصبح إن هو على 4. هنبدأ أول حاجة خالص نحطها ربع دوران الصدر معانا بمقاس 8 سنوات بالظبط 16.5، 16.5، تمام؟ طيب، وبعدين هنبدأ نحط عرض حردة قرابة معايا 7 سنتي، ونزلها 7 سنتي، وحردة قرابة الخلفية 1.5 سنتي، تمام كده؟ وهنبدأ نعمل حردة قرابة الأمامية، حردة قرابة الخلفية، هننزل ميلان الكتف بتاعي 2 سنتي عشان الأطفالي، وبعدين نبدأ نحط خط بدون مقاس، وبعدين نبدأ نحط طول الكتف. طول الكتف 11 معايا في المقاس ده 11، وبعدين هنبدأ ننزل بطول الظهر. طول الظهر معايا 32، هننزل هنا 15 سنتي، وهنا 17 سنتي، وهنبدأ نحط ربع دوران الصدر في مكانه الطبيعي 16.5، وبعدين نبدأ نحط هنا ربع دوران الوسط في مكانه الطبيعي 16 بس، تمام؟ طيب، بعدين هنعمل ايه بقى؟ بعد كده هننزل من الكتف على دوران الصدر بالشكل ده، وبعدين هنبدأ نرتفع 6 سنتي، ونخش هنا 1 سنتي، وبعدين نبدأ نعمل كده حردة الجيرو بتاعتي بالشكل ده، تمام؟ وبعدين هنبدأ ننزل من دوران الصدر على دوران الوسط بالشكل ده. هي طلبت بقى ايه؟ طلبت لياقة، وطلبت كمان سوستة في الخلف، وسوستة تبقى مخفية كمان، يعني مش سوستة عادية، لا دي كمان تبقى مخفية. هنشرح الطريقة اللي تعمليها بيها، وهحاول ان انا انفذها لك بشكل كده سهل ومبسط خالص. بصوا بقى يا جماعه، طبعا انا بعتذر جدا عن الميه دي اللي كنت بشرب. بصوا بقى، اولا كده هنبدا ان احنا نقص واحده واحده. بعد ما نقص هنبدا واحده واحده طبعا كده. طبعا انا بعتذر جدا، يعني انا بعتذر قوي على الموضوع ده، بس هي ايه موضوع غلط يعني. وهنبدا واحده واحده كده نقص، تمام؟ وهنبدا نيجي نقص حرده الرقبه الخلفيه لوحدها، ونركب بقى كل الاجزاء دي كده على جنب، تمام؟ وهنبدأ نيجي كده بردك اهو بالشكل ده، وهنبدأ نفس الامام عن الخلف عشان ناخد الامام لوحده. ادي حردة الرقبة الامامية لوحدها، تمام؟ هنسيب الامام دلوقتي عشان نعمل الخلف. هي دلوقتي طلبت حاجة واحدة، طلبت ايه؟ طلبت سوستة مخفية، سوستة مخفية يعني سوستة ما تظهرش هنا. فهنا هنعمل بقى احنا في الحالة دي بتعمل ايه؟ هنبدأ نعمل كده، تمام؟ بالشكل ده. وهنبدأ نجيب المفروض ده هنا اللي بيبقى جوه، مش وشه، وش القماش اهو، وش القماش اهو، وده هنا ظهره، تمام؟ المفروض ان احنا من هنا هنبدأ نركب السوستة بتاعتنا على حسب مثلا طولها، على حسب مثلا طولها. بس انا طبعا معيش سوستة دلوقتي، فانا بكلمك بس فكرة التنفيذ يعني. فمثلا السوستة بتاعتي هتبقى هنا اهو بالشكل ده، تمام؟ المفروض ان هي بتبقى هنا اهي. لما هتيجي تظهر هتبقى يعني مش هتبقى واضحه، فاهمين؟ ان انا هخيط من الجنب ده الطرف الاولاني السوسته، والجنب التاني الطرف الاولاني السوسته، والسوسته في النص، تمام؟ فانا حددتها، فهتبقى جايه هنا كده مش يعني مش واضحه، فاهماني؟ طيب، دي طريقه ان انت تبقي اعمليها مخفيه. طريقه تانية انك بتركبي السوسته بالشكل اللي احنا قلنا عليه، وبعد ما بتركبيها بتعملي لها مرد كده، مرد كده. ثانيه واحده هوريكي الشكل المرد عامل ازاي. بصي اهي المرد اهو، لحظة واحدة كده، بصوا كده
تمام. المرد ده هيبقى كده على القماش كده، يعني مش هيبرك ان هنا في سوسته، لا هنا هتبقى المرد بقى تقفيله بيبقى ازاي. المرد بيبقى جاي من هنا اهو، تمام. هتحطيه كده، هنبدا نقفل بيه تاني التفصيله بتاعتنا اهو. لحظه واحده بس، احنا عايزين نظبطها بحيث ان هي تبقى مظبوطه معانا قوي. المرد هيجي في النص مش هيجي على الطرف، وهنبدا نتني كده اهو وندخلها تحت الدباسه كلهم مع بعض يدخلوا بالشكل ده، تمام. والمفروض تتقفل بردك من هنا. اصبح السوسته عندي هتبقى من هنا اهو، وهتبقى جايه مخفيه. دي طريقه تانية. طبعا المرد ده بتعملي منه قطعتين مش قطعه واحده. قطعتين ازاي؟ قطعه من الجنب ده بتبقى جايه زي المرد بالظبط كده، نفس النظام بتاع المرد. دي يا جماعه طريقه السوسته. ده الشكل بتاعها اهو، بيبقى مفروض كده اهو، تمام كده. ده كده من بره، وطبعا بتظبطيها انت بقى بايه، بصف مرد هنا. طيب وبالنسبه للسوسته نفسها، لو انت حابه المرد بتاعها يبقى صغير بتعمليه صغير، حابه يبقى كبير بتعمليه كبير. بعدين هنبدا نجيب الامام ونركب الامام على الخلف، عشان طبعا نعمل اللي هي طلبتها، هي طلبت حاجات محدده. هنبدا نعمل اللياقه ونركبها بردك، وهركبها لك بردك بنفس تشطيب اللياقه، يعني التشطيب بتاع اللياقه. ولو انت عندك اي تفصيله اكتبي لي في التعليقات، واحنا باذن الله هنعملها. بصوا بقى، اول حاجه كده هنبدا نيجي ونحط هنا نص دوران حرده الرقبه معايا، تمام اهو بالشكل ده. وبعدين هنبدا ننزل بطول طول عرض اللياقه بتاعي. عرض اللياقه بتاعي يعني مظبوط بيبقى 7 سنتي. وبعدين هبدا انزل من هنا 1 سنتي، وبعدين هبدا ارتفع هنا واخش هنا كده بالظبط 3 سنتي، وبعدين اوصل عشان اعمل اللياقه بتاعتي بالطريقه دي. وبعدين هبدا اوصل كده، شايفه ازاي اهو. وهناخد بقى المسافه دي، شايفه ازاي، بطريقه سهله ومبسطه خالص. دلوقتي بقى عشان نركب اللياقه بتاعتنا دي بشكل مبسط من غير ما يحصل لي اي حاجه خالص واحنا بنركبها، هنبدا طبعا نعرف طريقه التشطيب بتاعت اللياقه نفسها. طريقه التشطيب اللياقه عشان نلفها كده داير ما يدور حوالين التفصيله، لازم ان احنا نفتح فيها مسافات كده، مسافات بس ما تكونش مسافات كبيره، يعني مسافات تكون ايه حلوه ان هي تخليها تلف معايا. لحظه واحده اهو. طبعا في كل اللياقه معانا المفروض يتعمل فيها المسافات دي بشكل سهل ومبسط خالص. واللياقه دي بتتعمل يا جماعه منها 2 مش واحده بس، بتعمل منها 2، واحده خلف وواحده امام، واتنين تانيين بيبقوا بطانه، لا اما بيبقوا 2 قماش لا اما بيبقوا 2 فازلين عشان خاطر يخلوا لك اللياقه واقفه، تمام. وبعدين هنبدا واحده واحده كده نلف. طبعا الكم في الفيديوهات السابقه كلها، هنبدا نلف بس باللياقه لفه كامله اهو. بصي كده كده، تمام. وبعدين هنبدا نكمل لف بقى برضك باللياقه اهو. لحظه واحده، احنا مش عايزين نشد خالص، عايزين نتعامل واحده واحده وبالراحه خالص اهو، شايفه ازاي. لحظه واحده استنيني اهو كده. بصوا موضوع سهل قوي يا جماعه وبسيط. هنبدا بس ان احنا نلفها لفه كامله وارجع لك تاني. بصوا بقى يا جماعه، دلوقتي انا لفيت اللياقه لفه كامله خلاص حوالين التفصيله بتاعتي. هبدا بقى ان انا اتنيها كده ثانيه واحده اهو، لا مش ثانيه واحده، بقول لك ثانيه واحده عشان بس ايه الاثنين شبه بعض اهو بالطريقه دي بالشكل ده، تمام. وادي كده يا جماعه شكل اللياقه مش معمول فيها زراير، لان طبعا اصلا مفيش فيها مرد، يعني المرد احنا بنعمل منه الزرار، تمام، او بنعمل الزرار في اللياقه عشان خاطر المرد، غير كده لا. اما ده فستان اطفالي فمش هينفع ان احنا نخنقها من عند الرقبه عشان تبقى مرتاحه فيه كمان اهو. اصبحت كده اللياقه رجبت معايا بشكل سهل مبسط خالص. طبعا هنا بس ايه وقفت اهي بالشكل ده. وهنبدا بعد كده نعمل ايه تاني، نبدا نركب التفصيله دي على جنب ونعمل الجيبه الكروش اللي هي طلبتها. الجيبه الكروش اهي، هنبدا نتني القماش مره واحده بس كده. هي ما حددتش كروش ولا دبل كروش ولا كروش كامل، ولا هي ما حددتش انهي كروش بالظبط، علشان كده احنا هنشتغل كروش عادي. اول حاجه خالص كده هنبدا نجيب ربع دوران الوسط معانا ونبدا نحدده هنا، تمام كده اهو، من هنا
ومن هنا، وبعدين هنبدأ نعمل كده بالشكل ده. وبعدين هنبدأ نجيب طول الجيبة معايا، طول الجيبة معايا المفروض 44 بالظبط، 40 بالظبط. هنبدأ نجيبه من أول فوق لتحت، وهنبدأ ماشيين بال40 لحد النهاية كده كده، تمام. وهنبدأ ماشيين لحد النهاية اهو كده بالشكل ده، تمام. طيب وبعدين هنبدأ نوصل، وبعدين هنبدأ نوصل بالطريقة دي النقط طبعا كلها ببعض، وبعدين نبدأ نقص. بالطريقة دي اهو، نركن كل الاجزاء على جنب، ونجيب بقى التفصيلة بتاعتنا اهي بالطريقة دي، لحظة واحدة، بالشكل ده اهو، تمام. طيب دلوقتي بقى ادي الشكل معايا النهائي، اتعمل بصورة سهلة ومبسطة خالص. لحظة واحدة طبعا اوريك الشكل النهائي. بصوا يا جماعة، ادي الشكل النهائي للفستان الاطفالي مقاس 8 سنوات زي ما هي طلبت بالظبط. اول حاجة عملنا اللياقة، وعملنا البطرون، وكمان عملنا السوستة المخفية، وكمان عملنا الجيبة الكلوز زي ما انتم شايفين كده. طبعا الفكرة كلها سهلة وبسيطة قوي، اهم حاجة بس تتفرجي من الاول لحد الاخر. كل سنة وانتم طيبين، يا مجبور في الدنيا في امان الله. مع تحيات تعليم الخياطة مع مريم أحمد.